مساء الخير متابعي قناة شوف تي في مباشرة معكم من مدينة الرباط بالضبط ما بينا. كما كنعرفوا العائلة ديال الشاب هذا اللي كان اتهموا واحد السيد بأنه بغى يحلي الابنة ديالو، من بعد عطاهم واحد اتهام اخر بأن هذا السيد هو الزوجة ديالو بغاو يغتصبوا الابن ديالو كيبلغ من العمر وقال 7 سنوات 12 سنة. دابا اليوم جينا باش نعرفوا الحقائق، لان خصنا ضروري نشوف نسمعوا الطرف الاول والطرف الثاني، لان الحقائق كتبقى الله واحد هو كيعلم. وانتم راه كتحكموا كتشوفوا بان هاد الناس هادو باغيين يغتصبوا الدري، بقاو معنا باش نعرف. السلام عليكم. السلام عليكم، انا حجيتي وهيبه مت لهاد الوليد، مريض مرض عقلي ونفسي، وهذا الاب ديالو الزور عبد الجبار، وحنا سيدي ناس على قد الحال. هاد السيد راه ما خلى ما دار فينا من عجب، وما دار ما خلى ما دار فينا من فيديوهات من جميع وسائل الاعلام دارها علينا باللي حنا وحوش، لا حنا لا الولد ديالنا، وحنا مجرمين وقطاعين الطريق وما كنسواو لا جورا ولا حتى شي حاجه. هاد السيد جاري مده 3 سنين وانا ساكنه انا وياه، هو كيوكلني العضه وانا كنوكلو العضه، كياكل من عندنا وكناكلو من عنده، وما عمرنا اديناه ولا عمرنا ادانا حتى هو. مشكل اللي كاين واحد الوقت اللي سكننا ناض بيناتنا واحد النزاع، ما بغانيش نسكن معاه، ما بغانيش نسكن حداه، ماشي شافني ما كيعرفنيش، وعيط لمولات الدار قالها ما تسكنيش سكان معايا. قلت له ودي داك البيت اللي كنكريه راه كياكل كناكل منه، ما يمكنش ما نكريش، كريه عليا. قالها ما عنديش باش نكريه، وضارب معايا ووصلنا للمشاكل اللي ما كايناش، ولينا سكتنا ولينا حباب ولينا خاوة ولينا ناس مزيانين بيني وبينه مدة 3 سنين. ما عمرو اداني ما عمرو اديته، ولدي مريض وعندنا حنا غير بيت واحد، بيت واحد اللي كنسكنوا فيه معاه في حوش واحد. مريض يعني مريض، الولد نون غريسيف، كيشرب الدواء ديالو 20000 ريال اللي كنشري شهريا، كنموت فيها وكنشريها، وهو عارف هادشي، يعني دار وحده راه عالي ومعانا في كل شيء، ساكن معايا وشايف كل شيء، وعارف داك الوليد مريض وكان كيحن فيه وكيبغيه وكل شيء. ما بين ليلة ونهار تقلب كل شيء. السبب جاو صحاب الإحصاء حصاونا، من تما مارس عليا جميع العنف، وولادو كيصيفطهم ليا باش زعما تنغي باش ناديهم ولا نحاديهم باش يصب عليا الحجة. نهار التحصينة وهو كيقلب غير منين يقبطني، غير منين يقبطني، حتى نهار طاحت لبنيته حصلها في ولدي، قال لك هو اللي كان باغي يذبحها وباغي يقتلها وباغي يدير ليها وباغي يدير ليها. وجا ديك اللحظه وانا اللي عيطت له الوقيته اللي طاحت البنت، وشد ديك البنيته وكنمسح لها في دمها وغسلت لها وجهها، ما فيها حتى دقه لا في عينها لا في ودنها. من هذا الشيء كله سيدي يا خبشه ارفد حجره وفات البيت ديالي في ديك اللحظه، والبنت مضروبه وهو كيهرس في الباب ديال البيت ديالي، وهرس ليا الباب ودخل قلب البيت وهرس ليا مواني، وكيقول شي كلام ديال السفل، وقال لي والله غير رحلتكم هذه الكلمه الاولى. وفاش جات البنت طاحت، بنت غير طاحت، وكاينين الشهود وحضروا ديك الساعه الشهود واقفين، اللي تيقول هذا الوليد هذا قتال دباح ما عرف شنو. المهم الجيران في ديك الوقيته اللي زكات البنت كل شيء كاين وكل شيء حاضر، وكيشهدوا باللي البنت كانت هي وخوها كيلعبوا بعيدين على الدار شي 30 مايل. هذا هو السبب. وبالنسبه للاتهام اللي اتهمكم عاوتاني، قال لكم نتوما بغيتوا تغتصبوا لي محاوله الاغتصاب. ايه واخا نكمل على ولدي. هذيك هي بقى عليه في الفيديوهات، ما خلينا الفيديوهات باللي هذا الولد وحش. الا كان هذا الولد وحش وحنايا وحوش، ها حنا قدام المجتمع كيشوف فيه، وكاينين الشهود، ها هي 50 اللي كاينه لائحه ديال الشهود
ما بين ما بين الاولياء 50 عام اللي كيشهدوا على هذا السيد وكيشهدوا عليا انا 30 عام وانا عنده وكيشهدوا على الوليد 20 عام وهو كاين في اليوسفيه والتقدم وحي النهضه. هاد الناس كيعرفونا هذه 30 عام وانا هنايا انا وولدي والراجل. الراجل 50 عام هو ساكن هنا وهاد السيد دابا كيتهمنا حنا وحوش. الا كنا حنا وحوش ايوا ما غاديش نديروا محاولات الذبح وما غاديش نديروا محاولات الاغتصاب. هاد السيد نصاب بالعربيه نصاب وكيقولوها عليه صحابه يقول لك راه نصاب وبغى ينصب عليا وينصب على المجتمع. نصب ديجا على الشباب الفيديو ديالو ونصب على المجتمع. بالنسبة تعرضتي للاعتداء من الطرف مصور؟ ماشي مرة ماشي جوج. المرة الأولى راه عندي سيرتيفيكا. اسمعي عندي سيرتيفيكا أنا والراجل هذه دازت ديال الولد بشهرين وهو يدخل علينا دخل علينا تلقى البيت هو ومرته واحد الصباح كنفطروا تدخلوا علينا للبيت لقلب البيت من مور الولد بشهرين دخلوا علينا لقلب البيت. على السبب ابغاني نمشي نقول له انت تنازل ليا لولدي باش نقول له تنازل ليا لولدي قول لي خرجي من المحل. السبب ديالنا من هذه المشاكل كلها ولدي انه بغى يخرجنا من محلنا. ما كاين لا بنت ضربها ولدي ولا اغتصاب ولا حتى شي حاجه. الاغتصاب اللي ما داروش على ولدي راه دار عليه كلشي المشاكل انه ذبح وقتل وانه طير لها عين وطير لها ودن وانها عندها عمليه ديال 6 سوايع وانها ومضروبه بالجنويه ايتيامات باطله نزور دولون في حط يوري لنا الطبيب اللي دار لها العمليه عندها الضربه هنا. وانا طالبه من هذا المنبر طالبه لهذه البنت الخبره الا طايره لها عين ولا طايره لها ودن ولا كانت محاوله الذبح غادي تبان محاوله الذبح راه كتكون على مستوى العنف. واش السيد 20 عام وصحيح الولد غادي تغلبوا بنيتها ديال عامين راه غير كلا غادي يطيرها للسماء. وقال عليه كيتقرقب وقال هذا الشيء كله ما كاينش. المهم هذا الشيء دخلوه هو بعد الحبس وبدا تيقلب لينا حنايا يعني. كاين الشهود تيقلب لينا حنايا على قال لك محاوله الاغتصاب ديال ولدو عاوتاني عطاكم عاوتاني قال لك المراه شاده الدري حاشاك وانا تنحيد ليه سروال شاتي تيتقال هذا الشيء. مشى هو مارس العنف على ولده شرط ليه وضربنا فيها وتكرفص علينا. هذا حق هذا هذه تربيه هذه انسانيه كيقول كريمينال حنا تكرفص علينا ضربنا هو ومرته بالعصي بالخشب ضربنا ومشينا للسبيطار ودرنا سيرتيفيكات ومشينا انه اتهمنا بالاغتصاب. دابا ولدكم معتقل دابا معتقل دابا راه حتى لوكا ديالو ما خاصوش يدخل الحبس. هادشي راه شنو هو راه ماشي قانون هذا راه ماشي قانون هذا باش يدخل الدري اللي عنده مريض وهذا يدخل الحبس وي بوا هادي 9 شهور طلع عبط وزادنا حنا ولينا حنا غادي نجينايا حتى حنايا انا والمراه غادي نجينايا هو خوالي غايلو حنا حوايجنا ويدخل للبيت. هادشي اللي بغا الى مورا قالتها لي مرتو راني مسجلاها اللي دافعينو راه باينين هادوك حتى هما تكفى مع جمعيات بدون ما يعرفوا مالهم ما جاو عندنا سالونا حنايا. انا 60 عام وانا في هاد البلاصه هادي 60 عام في اليوتيوب كيعرفوا كيعرفوا لقوا دار بدار هنايا 100 دار ها هي في لاسيتي و 75 في الباطيمه. هالناس هنايا كلهم كيعرفوني كنعرف واش انا عمري ادي شي واحد ولا ولدي ادى شي واحد حرام هادشي. قلت انت تيتهمكم باش تغتصب وشاهد فيه من هادشي كله. دخلنا جنايات هنايا حنا دخلنا جنايات. شنو كطالبوا دابا من الناس؟ تنطالبوا الحق حنايا تنطالبوا غير الحق تنطالبوا لا فيريتي تحل. هاد السيد الا حنا دايرين نتخلصوا ما كاينش مشكل ولكن الا هاد السيد داير راه ما نسامحوش قدام لا الله ولا العبد ولا القانون. سمو بغا منا حنا ناس كبار حنا ناس كبار الراجل عنده 68 عام وانا 60 عام واش غادي نقبضوا ولد اللي حاسبه بحال حفيظي نغتصبوا واخا حتى ما فيش 12 عام لو بوا ديالو ديال 50 كيلو غنجروه الكولوار نص متر في الكولوار نص متر كي غادي تدخل 10 ديال الصباح وحنا كنفطروا هما كيفطروا بابهم محلول حنا بابنا محلول تدخل علينا السيد بهراوه ومرته بهراوه ونسيبته وخوه برا شد جلويه ما خلاش الجيران وانا كنغوت ربي اللي خلقني والعصا فوق ظهري
وهما كيهرسوا لنا في ماعنا وكيهرسوا لنا في حوايجنا. اماتكم نخرجوكم من هذه الماعن والله لا يستر. السبب ديالو دار الولد هكذا كي كلشي داروا على الولد، ما خلى حتى شي عنف ما قالوا عليه، واجات حتى الاغتصاب اللي ما داروش عليه. زاق عليه داروا علينا حنايا، زاق عليه داروا لنا حنايا، داروا خاوي. والسبب بغانا نمشيو لعندو نقولوا له اسمح لنا وتنازلنا، علاش نقول له اسمح لي وتنازل لي على الكذوب؟ ما يمكنش نمشي عنده، ما يمكنش. راه النصب هذا كينصب علينا وكينصب على المجتمع، راه نصب علينا ونصب على المجتمع. بغا يخرج من المجتمع اللي هو صادق لي فيديو نسقت به هذا، علاش حنا ما شافوناش وجاو سولوا؟ يسولوا الجيران اللي ساكنين تما، يقولوا لهم هاد الناس كي كيدخلوا كي كيدخلوا، هادوك غير 10 الجيران اللي ساكنين. ولدهم كي داير ولدهم؟ واش عمرو هذا حتى مشى؟ هذا راه شي هذا الظلم، ما عشناش حنا في هاد الشيء. دابا الايام الاول والايام الثاني والثالثه، اتونسيون الثالثه ليله 27 و 26 في رمضان، نهار ليله 27 نهار 26 انا داخل قريب المغرب، باقي على شي ساعه. يلا انا والله اقسم بالله العلي العظيم قدام الحق وقدام العبد، ما كنهش عيني انا في داك الليزر اللي دايرين، كنجي كندور عندي واحد لو سيستم ماشي من هادوك الكذابين. تنطقات مريض وقالت لك داك خاينا قلتي لي ميكروبا، ميكروبا ما كايناش في لا لونغ فرونسيز كاع، نقولها ميكروب في فامينا وماسكولين. تنقولها لا لا اقسم بالله العلي العظيم ما شتك، ولا قلت لك صيامي حرام عليا داك النهار كنحرمو قدامها. هي قالت لي لا قلتي لي هادي ونوضو عاود الفتنه. خرج انا كنهضر معاها، خرج هو يضربني ببونيا، ها هي سيرتيفيكا عندي فيها 17 جور. وهي بعدا تي مسجله واحد النهار تدقت عليا، انا مسجلها في السيديه دابا، مسجله باللي راجلي نهار جينا من راجلي ظلمكم وتكرفص عليكم. نهار جينا من سميتو من الجنايات، من الجنايات على الجلسه ديالنا حنايا، قالت لك الله ياخذ في حق في راجلك، ها هي مسجله عندي راه تاهم. واش دفعتو درتو شي كاين قاضي التحقيق راه اتونسيون راه قالها ليه، هو تيقول ليه واش عندك محامي؟ قال ليه المحامي دار اكسيدا. واش هذا من قلة الضمير هادي؟ حنا قال لينا سيرو وشدوه هو، هادي في لوكا ديال لو فيول ديال طونطاسيون دو فيول. ملي رجعنا من المحكمه هضرت هي قالت لك الله ياخذ الحق في راجلك، ظلمكم وتهمكم. كانت غادي يديرها الوليد الصغير، والوليد الصغير ما بغاش ودار الولد الكبير، وهذا راه قبض ولده وخبشو من دابا. دابا شنو كطلبوا؟ شنو راه مارس العنف على ولده بعدا خبشو من ظهره؟ دابا شنو كطلبوا من العداله؟ كنطلبوا يطبق القانون، هاد الولد يتبعوا يديروا بحث، يديروا بحث، بحث يخرج من يدير بحث، بحث اجتماعي. كنطلبوا بحث اجتماعي. كاين لا بريغاد مينور وهادي، كاين لا بريغاد دي مينور، علاش داك الدري ما يمشيش للسين تاع قلنا تيكذب؟ والبنت للخيبره، البنت تمشي للخيبره نشوف هاد العين البن اللي طايره والعمليه وهذا. هاد الولد راه مريض مرض عقلي ونفسي وكيشرب الدواء ديالو. ما كيأديش، ما كيأديش، كيأديش، اللي قال كيأدي سول. ودابا كنطلبوا الخيبره للبنت باللي قالوا باللي كيتهم ولدي بالذبيحه، وولدي ما وصلها ما ذبحها، ما قرب لها خوها، طاحت معاه قرقاب كيدير كي طاحت لخوها، والبلاصه اللي طاحت فيها كلها. خاصني عاود صافي عاود تقول شنو تطلبوا حيت عاود كنطلبوا من المجتمع المدني ينصفنا ويقول الحق، واللي كيعرفنا واللي شاف ديك لي فيديو، واللي شاف ديك لي فيديو ديال داك السيد يجاوب، ويجاوب على هذا الوليد اللي كيعرفو، اللي كيعرف هاد الولد يجاوب عليه. كاع الناس اللي كتشاطي ولات هادي، واش هاد الولد؟ هو محمد من الزور راه معروف، معروف. انا نشوفو التصاور، عطيني لي فوتو، نعاودو فيهم نشوف لي فوتو. عطيني الميكرو. نعم اسيدي. راه ضروره بحال بحال، لا لا شوف التصاور، شوفو شوفو يا خلي نشوفو، نشوفو غير التصاور ديالو. التصاور ديالو دوزي، انتي دوزي ليا بواحد، دوزي هكا هاي غسير على مستوى العنق ديالك. ها هي عاود هادي، ها هي عاود هادي، هادي الهراوه اللي كليت بيها. ها انت سيدي بهاد الهراوه كليت العصا من عنده ومن عندها، هادو جوج هراوات العصا الاول مورا اللي تهمونا بالاغتصاب، هادي اللي تهمونا بالاغتصاب دخلوا عليا بهاد جوج هراوات. وهذه الليله اللي ضربت البنت، شوفوا التصاور دابا اللي ضربت بها الليله البنت، دخل عليا بها حتى القلب الضاع. سي يوسفي اسمح لينا، اسكت اسكت، ترك الكاميرا.
بخير نشوف هاد تصاور اصاحبي هلا صلي كليت هلا صلي كليت على مع هاد الناس باش يخرجوني قالت لي لا ما خرجتيش نقتلك لا ما خرجتيش نقتلك قالت لي لا ما خرجتيش قالت لي من هاد الدار نقتلك لا ما خرجتيش نقتلك